15 دقيقة استغرقتها هذه الجلسة التشريعية النادرة، انعقدت وما كأنها انعقدت، فالنواب جددوا للجانهم النيابية البيعة، وباستثناء تعديلات طفيفة في عضوية بعض اللجان بقي القديم على قدمه. في الجلسة سأل النائب أنطوان زهرة لماذا لا ننتخب الرئيس ما دام نصاب الثلثين توافر في هذه الجلسة، فقطعه رئيس الجلسة بري واصفا مداخلته بالخارج عن النظام. في المقابل سأل النائب نبيل الأولى عن سبب انتخاب لجان نيابية من جديد فيما عمر المجلس من المفترض أن ينتهي بعد شهر، فأجابه بري كل أوان لا يستحي من أوانه. انفضت الجلسة التشريعية السريعة لينعقد لقاء جانبي جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى نائب رئيس المجلس فريد مكيري ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، إضافة إلى وزير المال علي حسن خليل. وفيما كان الصحفيون في ردهة المجلس ينتظرون انفضاض هذه الجلسة التي دامت أكثر من ساعتين، كانت الأخبار تتوارد عن تقدم المناقشات واقتراب التفاهم على إخراج التمديد للمجلس النيابي قبيل انتهاء الشهر الحالي أو في مطلع الشهر المقبل. لا، بعد أنه عم نتشاور وإن شاء الله الأمور عم تتيسر بالاتجاه الصحيح. أي قبل التمديد ولا السلسلة؟ لا، هلأ يعني موضوع الجلسة التمديد بعتقد أنه يعني الأمر يمكن أكثر استعجالا من موضوع. حتكون بمخارج معينة رئيس بري بالنسبة لقضية التمديد والوقت يعني بهذا الأمر عم نتشاور. هذا كله في كفة، والنائب نولا فتوش في كفة أخرى يجول في المجلس وفي باله هموم من نوع آخر.